بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدتكم أني راح أقدم فيديوهات يومية أشرح فيها عن الماك والآيفون والآيباد، لكن بسبب انشغالي فترة العيد ما قدمت الفيديوهات اللي أنا وعدتكم فيها. أساس كذا اليوم إن شاء الله راح أقدم 10 تلميحات كلها عن برنامج سفاري. لو حبيت أنك تفتح تاب جديد في السفاري، مجرد أنك تروح العلامة الزائد وتضغط عليها وكذا راح ينفتح لك تاب جديد، أو بطريقة أسهل تستخدم الاختصار Command T. ولو حبيت انك تقفل التاب، مجرد انك تروح للتاب وتضغط على علامة الاكس، او تستخدم الاختصار Command W. ولو حبيت انك تقفل كل التابات ما عدا التاب اللي انت تشتغل عليها، تضغط على Command Option W. ولو حبيت افتح الروابط في ألسنة جديدة، مجرد اني اروح للروابط واضغط عليها رايت كليك واقول له Open Link in a New Tab، او الطريقة الاسهل اني اضغط على Command واضغط على الروابط وراح تنفتح لي في ألسنة جديدة. نفس الطريقة تشتغل مع مفضلة، فلو ضغطت على Command وضغطت على الرابط المفضلة راح يفتح لي في لسان جديد. ونفس الطريقة أيضا تشتغل مع شريط العناوين، مجرد كتابة العنوان والضغط على Command Enter راح يفتح لي في صفحة جديدة. وعشان تضمن أن الألسنة تشتغل معك بالطريقة اللي أنا شرحتها، نروح للإعدادات ونتأكد من أول خيار أنه على Automatically عشان تضمن أن الروابط تنفتح في ألسنة جديدة وليس في نوافذ جديدة، والخيار اللي بعده لازم يكون عليه علامة صح عشان يشتغل معك زر الكوماند بالطريقة اللي أنا شرحتها، وآخر خيار هو لمنع الانتقال إلى الروابط في حال فتحها، فأنا أحب أني دائما أفتح الروابط وبعدين أرجع أتصفحها. ولو فتحت نافذة جديدة بالضغط على علامة الزائد، أقدر أتحكم بالمحتوى اللي يظهر لي بأني أروح للإعدادات، ومن هنا أقدر أختار أنه يظهر لي المفضلة أو الصفحة الرئيسية أو صفحة فارغة أو نفس الصفحة اللي أنا كنت أشتغل عليها. ولتغيير الصفحة الرئيسية بإمكاني كتابة العنوان في الخانة اللي مظللة الآن. ولو حبيت أني أستعرض التابات اللي مفتوحة، مجرد أني أضم إصبعين على التراك باد أو أني أضغط على الزر هذا، فالآن استعرض لي كل التابات اللي مفتوحة، مع العلم أنه يجمع كل 4 ألسنة من موقع واحد في مجموعة معينة. الآن لو حبيت أنتقل لأي صفحة، مجرد أنه بالماوس أضغط عليها وراح يفتح لي الصفحة اللي أنا أحبها. ولو حبيت أني أتنقل سريعا بين التابات أو الألسنة، أضغط على Control Tab وراح يتنقل لي سريعا بين الألسنة مفتوحة. وبإمكانك فتح أي تاب في نافذة جديدة، مجرد سحب التاب في منطقة فارغة على سطح المكتب وراح ينفتح في نافذة جديدة. ولو غيرت رأيك وحبيت أنك تدمج كل التابات من جميع النوافذ في صفحة واحدة، تروح الويندو في الأعلى وتختار Merge All Windows، وبكذا تجمعت التابات كلها من جميع النوافذ في نافذة واحدة. ولو حبيت أنك تضيف موقع للمفضلة، مجرد أنك تروح للسهم اللي في الأعلى وتختار Add Bookmark، أو أنك تروح من المينيو في البار العلوي وتختار Add Bookmark، أو تستخدم الاختصار Command D. فالآن في مكانين أنك تخزن فيها المفضلة. أول واحد هو Bookmarks وهي المفضلة اللي كلنا نعرفها، والحاجة الثانية اللي هي Top Site وراح أتكلم عنها الآن. فالآن لو حبيت أضيف الموقع للتوب سايت، أضغط على أد عشان إني أوصل للتوب سايت، أروح للخيار هذا وأضغط عليه. فالآن بإمكاني اختيار المفضلة أو اختيار التوب سايت. فالمواقع اللي زرتها مؤخرا راح تظهر في التوب سايت، والموقع اللي أنا أضفته للمفضلة راح يكون عليه علامة دبوس زرقاء. وأنا ما أنصح أنك تضيف المواقع للتوب سايت لأن ما يدعم المزامنة مع الآيفون والآيباد. ولو كان عندي مفضلة على الكروم أو الفايرفوكس وحبيت استخدمها في السفاري، مجرد أني أحفظها من الكروم أو الفايرفوكس بصيغة HTML، وبعدين أروح الفايل في الأعلى واختار Import Bookmarks. ولو حبيت أحفظ المفضلة اللي موجودة عندي على السفاري على الكمبيوتر، أختار Export Bookmarks، راح يطلب مني مكان حفظها، فأنا راح أحفظها على الديسكتوب وضغط على Save. فالآن لو رحت للديسكتوب راح أحصل Bookmarks محفوظة عندي. ولو ما حبيت أرسل المفضلة كلها وفقط حبيت أني أرسل مجلد أو أني أحتفظ المجلد على سطح المكتب، مجرد أني أفتح السفاري وأروح للمفضلة وأسحب المجلد اللي أحب أحتفظ فيه إلى سطح المكتب مثل ما احنا شايفين الآن. فالآن انحفظ المجلد عندي، وبإمكاني الآن تصفح المواقع اللي موجودة في المجلد اللي كان موجود في المفضلة. في النهاية لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار، ياريت تكتبونه تحت في الكومنت أو تسألوني على حسابي في تويتر اللي راح أحط لكم رابطة في وصف الفيديو تحت. لا تنسون تشتركون بالقناة، ولا تنسون تتابعوني على حسابي في تويتر وإنستغرام عشان يوصلكم كل جديد. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.